المحرك كان سلسلة من التدابير التقشفية اتخذتها الحكومة مؤخرا، وأعلن عنها الرئيس السوداني قائلا إنها ستؤثر على المواطنين السودانيين خاصة الفقراء منهم. مبررات السياسات الجديدة هي سد عجز الموازنة للدولة المقدر ب2.4 مليار دولار. احتجاجات محدودة تحولت خلال أيام إلى مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين. وشهود عيان قالوا ونقلوا على شبكات التواصل الاجتماعي أن شرطة مكافحة الشغب استخدمت يوم الأحد والاثنين الغاز المسيل للدموع والهروات لتفريق مظاهرات في الخرطوم نددت بالحكومة. على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا دعا المحتجون إلى استمرار الاحتجاجات وتوسيع نطاقها وتحويلها إلى عصيان مدني شامل. الأسعار في السودان ارتفعت منذ مايو أيار الماضي بنسبة 30% لتفاقم أزمات المواطن السوداني الذي أرهقته بالفعل سنوات الفقر والصراعات العرقية والعقوبات التجارية الأمريكية. اقتصاد السودان يعاني من أزمة حادة تتسم بارتفاع كبير في معدل التضخم، انخفاض سعر العملة السودانية بشكل متسارع، وخسارة البلاد لثلث عائداتها النفطية بسبب انفصال الجنوب. اليوم نقطة حوار يسألكم أنتم، هل يتسع نطاق الاحتجاجات كما يدعو إليه المحتجون؟ هل تستطيع الحكومة السودانية احتواء الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار؟ هل يمكن للحكومة أن تتراجع عن سياساتها التقشفية أم أن الوضع الاقتصادي في البلد أصبح يفرض هذا الواقع؟ هل أنت بالسودان؟ هل تأثرت بارتفاع الأسعار؟ شاركونا بمشاهداتكم وتجاربكم. أنا رشا قنديل، أنتظر أراءكم ومشاركاتكم عبر ما تختارون من طرق عدة، الرسائل النصية، SMS، بالهواتف المقالة، بكاميراتها كذلك وكاميرات الإنترنت كامز. شاركوني صوتا وصورة، شاركوني صوتا وصورة على تويتر وفيسبوك، هي 0044-2077-650-211، ولإرسال رسالة نصية باللغة العربية 0044-793-40-407. دعونا إذا نبدأ هذا الحوار مباشرة من اتصالاتكم أنتم الهاتفية. دعونا نستمع إلى مشاهدات وآراء السودانيين في الداخل والخارج. ناصر ومازن وخالد ينضموا إلي جميعا، وجميعهم من الخرطوم. ناصر من الخرطوم، ناصر أنت ناشط سياسي بالأساس، ولكن لماذا يعني بدأت هذه الاحتجاجات؟ خبرني أنت من أين بدأت وإلى أين تتجه؟ تحية لهناك البي بي سي اللي بتطرح الموضوع عنده ايام من اليوم. اهلا وسهلا. اختنا عزيزة، الاحتجاجات الدائمة في السودان الان اعتقد انها بواقع ولا تخفى على احد. ظهرا راجعت نتيجة الاستفتاء على موقع قناة البي بي سي ووجدت ان الذين صوتوا لان سبب الازمة هو سوء الإدارة ما يقارب 90% أو يقارب 95%، حيث أن كل من يعيش اليوم في السودان يدرك تماما مدى الإزارة التي خاضت فيه الحكومة بالترخل في الجهاز التنفيذي وفي الجهاز الدستوري وحتى في منظماتها الخاصة بها، حيث أنها تمول منظمات عديدة جدا كمنظمة الشهيد وقوات الدفاع الشعبي وأجهزة أمن مترهلة يتم تعيين من المحسوبين على نظام كل يوم بالمئات والالاف. تغلب الحكومه على الانسان وتركته تماما كاخر اولويه في سلم الاولويات المفترض ان تقوم بها حكومه ناصر. المفترض ان الازمه برمتها، هذه ليست التظاهرات الوحيده في السودان في الفتره الاخيره، في الاشهر الاخيره، ربما في العام والنصف الاخير، ولكن هذه المره من المفترض ان بدايه الاحتجاجات كانت سوء الاوضاع الاقتصاديه والاجراءات التقشفيه، هل هذا صحيح على ارض الواقع؟ ليس سياسات التقشفيه، انما وصول المواطن السوداني للقناعه بان النظام لن يستطيع ان يخرج الوطن من هذه الازمه، هذه القناعه والصبر المواطن غض النفس لانه صبر على لعل عصى ولعل ان يخرج النظام من سياساته الخاطئه وترهله الدستوري وترهله التنفيذي ويخفض من نفقاته لصالح المواطن السوداني. اليوم استبان كل الشباب الواعي ان النظام لن يعود الى جاده الطريق وعليه خرج، وحتى اذا تراجع النظام عن سياساته التقشفيه اللي تراها لا احسب ان التظاهرات والتطورات. طيب إذا هذا يعني هذه وجهة نظري كناصر. دعنا نستمع من مازن إذا كان يتفق معك على هذه الرؤية. مازن، هل توافق مع ناصر على بدء أو السبب في بدء هذه الاحتجاجات، وإذا كانت ستستمر أو تتسع؟ السلام عليكم. أول حاجة أقولي المظاهرات ما بالحجم المعمول به عندكم في الـ
المظاهرات ضعيفة. نحن نقول إنها مظاهرات محدودة، لذلك نحن نستمع إليكم. أنت خبرني، هل هي محدودة؟ هل هي صغيرة؟ محدودة، نعم محدودة. نعم. وأصلاً سوري يعني، لكن أصلاً الموضوع التقشفية، أصلاً الوضع في البلد حالياً يعني لازم يكون في تقشفية. تم انفصال الجنوب، أخذ ثلاث أرباع البترول، يعني الناس المفروض تكون عايشة الوضع، يعني يعني مش فجأة كده الحكومة قالت عايزة تقشف. أنا ما ضمن الحكومة، لكن عايش وضع في السودان، عندي انفصال على الجنوب، حصل لسه الحرب قايمة بعد الانفصال، في أرباع بترول انشالت، يعني إحنا هنجيب بترول ما لازم يحط فيها تقشفية. نعم. طبيعي وشايفة يعني، يعني أنت ممكن في مظاهرات بتطلع لأشياء أسوأ من كده، شنو التقشفية؟ والوضع بيتحتم على الحكومة أنها تكون تقشفية، يعني طبيعي. يعني إذا أنت ترى أن الأزمة الاقتصادية دفعت الحكومة إلى اتخاذ هذه الإجراءات، وهي إجراءات ضرورية. نعم. الأزمة الاقتصادية عالمية يا ما بس السودان، ما يعني إحنا الحكومة لها 20 سنة. نعم. الأزمة الاقتصادية لها يومين، ما هي تنسى الحكومة الجديدة الأزمة الاقتصادية فيه. نعم. حتى لو حصلت الحين ده ترجع على الوضع الحصري اللي في البلد، يعني ما أنت عندك حروب وعندك تجدد. نعم، يعني إذا رأيان متناقضان إلى حد بعيد، رأي ناصر ورأي مازن في بدء وانتهاء هذه المظاهرات. خالد من الخرطوم، هل تتفق مع أي من الرأيين؟ يا سيدتي، أنا أريد أن أوضح أن الذي حدث الآن من احتجاجات على زيادات أو سياسات التقشف الحكومية كويس، ليس هو السبب الأساسي ارتفاع الأسعار أو سياسات الحكومة. الشعب السوداني منذ مجيء هذه الحكومة في 30 يونيو سنة 89 وهو يعاني في شتى أنحاء الحياة، يعاني من تضييق الحريات، يعاني من شظف العيش، يعاني من المهانة. لكن هنالك شيء مفقود، التغطية الإعلامية لما يحدث من انتهاكات في السودان ضعيف جدا جدا. يعني نحن نرى أن مظاهرة صغيرة مثلا في أحد الدول العربية يتم تغطيتها بواسطة الجزيرة وقناة البي بي سي وهلم جرة. ما الذي نفعله الآن إذا خالد؟ هذا ما نفعل الآن، هذا هو ما نستطيع أن نفعله في هذه الأثناء، هو أن نستمع إليكم، أن ننتقل إلى قلب الحدث في الخرطوم وفي المدن السودانية الأخرى. هذا ما حدث بالفعل. طيب خالد، انا يعني انا فهمت وجهة نظرك في ان الـ يعني المسألة كانت من المفترض ان تتطور بهذا الشكل، هذا هو الشكل الطبيعي لتطورها. هل ستمتد هذه الاحتجاجات اذا من وجهة نظرك؟ في وجهة نظري ان هذه الاحتجاجات ستمتد لتشمل كل بقعة من بقاع السودان، لكن سيتعامل هذا النظام مع المتظاهرين. نعم. وقمع كويس مبالغ فيه كويس. طيب. كما حدث الان، انا شاهدت بعيني مظاهرات في طلابيه يضرب فيها الطلاب. خالد، هل بقيت معي لو سمحت؟ لانني اريد ان استمع الى مشاهداتك مفصله، لا اريد ان اقتطع من وقتك، اريد ان استمع الى هذه المشاهدات. ولكن معي هنا في الاستوديو مجموعه من الطلاب السودانيين المقيمين هنا او الدارسين هنا في لندن. اهلا وسهلا بكما، معي سلمى داوود الناشطه من حركه التغيير الان، ومعي عبد الرازق عبد الرحمن ايضا من حركه التغيير الان. سلمى، ما الذي حدث؟ اخبريني انت، ما الذي يحدث الان في السودان؟ اللي بيحصل في السودان هو مظاهرات احتجاج على ارتفاع الاسعار. الشعب وصل لمرحله البقاء ما قادر يواجه الحياه اليوميه بتاعته وتوفير القوت لنفسه ولاولاده. الشراره اللي بدت كانت من الجامعات، من طلبه جامعه الخرطوم، وكانت نتيجه لزياده في تعريفه المواصلات. الزيادة دي أدت لأنه الطلبة طلعوا في احتجاج جنب الجامعة، انخرط معهم جزء من الجماهير في الشارع، اتواصلت لمدة ليلة، اتقمعت قمع رهيب جدا من قبل قوات الشرطة. جاء بعدها اليوم الثاني البيان بتاع رئيس الجمهورية اللي تكلم فيه عن إجراءات تقشفية. إجراءات تقشفية أنا في رأيي جاءت متأخرة جدا جدا، وفي رأيي أنها ما حتكون فعالة وما حتكون مؤثرة، لأنه ما من المناسب أنك تتكلم عن 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 زيادة الأسعار وزيادة الضغط على المواطنين عن طريق أنك تقلل الصرف الحكومي وشاغل المناصب الدستورية في الوقت اللي التداير تزيد فيه والضغط على المواطنين. يعني دي خطوة متأخرة. نعم. سنين طويلة. سيكون لدينا الفرصة لنستمع إلى صوت حكومي للرد على هذه النقاط بالتأكيد، ولكن عبد الرازق، قضية الطلاب هل هي قضية المواطن السوداني؟ هل هي قضية عامة؟ يعني ابتدأت من الأزمة الاقتصادية، لكن هل ستستمر؟ هل ستتواصل على نطاق مختلف ربما؟
نعم، الثورة في السودان ستستمر إلى نطاق أوسع من كده، فانطلقت يوم أمس من جامعة أم درمان الأهلية للمدن حول الأحياء حول جامعة أم درمان الأهلية، فهي نتيجة حقيقية بيشير أن الثورة انطلقت في السودان وعمت كل ربوع السودان يعني، فدي نتاج لسياسات حكومة المؤتمر الوطني لتقسيم السودان، قتل الشعب، دحورت الاقتصاد السوداني، دحورت التعليم والصحة، والحروبات مشتعلة في كل أنحاء البلاد يعني. أنت تسميها الثورة في السودان؟ الثورة، يس يس. لماذا تسميها الثورة؟ يعني حتى الآن ما وردنا من أخبار أنها احتجاجات بدأت محدودة، يعني كي أكون دقيقة في الوصف، بدأت محدودة وبدأت من الجامعات. صحيح أن الثورة في أي مكان إن كان بتبدأ باحتجاجات فسوف يتحول إلى ثورة عامة وشاملة لكل السودان. يس. نعم. طيب، يعني حالفنا الحظ وسينضم إلينا للنقاش معكم ومع المتصلين كذلك دكتور إبراهيم أحمد عمر، عضو المكتب القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم. دكتور إبراهيم، أهلا وسهلا بك. والقضية هي قضية احتجاجات خرجت في السودان من أجل لأسباب، سواء هذه الأسباب ستفضي بها إلى مزيد من التطور أم لا، كيف تعلق على الأسباب التي خرج من أجلها الطلاب بداية ثم التحم معهم الشارع السوداني؟ إذا كان في احتياجات في السودان يا أستاذة، يبقى السودان ده سودان غير اللي احنا عايشين فيه. يعني خرجت مظاهرات محدودة جدا في جامعة الخرطوم، ولكن الحديث عن ثورات واحتجاجات في مدن السودان ده خيال. إلا كان في السودان احنا ما عارفين. السودان الآن يعني الناس كلها استمعت بكل أذن صاغية القرارات الكبيرة لإصلاح الاقتصاد السوداني. الآن كل الناس تهتم بالقرارات الكبرى التي جاءت في خطاب رئيس الجمهورية في عمل كبير اقتصادي لاحتواء الوضع الاقتصادي في السودان، الوضع الاقتصادي الذي شبت فيه بعض القوى المعادة للسودان بسياساتها، بفرضها للحزب، بمحاولة شد السودان من الأطراف، بمحاولة يعني تأليب بعض القوى عشان ترفع السلاح للسودان، بسياسات من جنوب السودان بمحاولة لأخذ السودان إلى مواقع المواجهة بدلا عن التصالح بينه. نعم، ولكن السياسات أدت هذه السياسات يعني سياسات مزين لك توقف النفط في غاية الغرابة. نعم، ولكن دكتور إبراهيم، مما استمعت إليه من الشباب هنا وممن حدثوني أيضا على الهاتف قبل قليل من داخل السودان من الخرطوم، هناك نقطتان. النقطة الأولى هي الأسباب التي دفعت الحكومة السودانية إلى الوصول إلى هذه الحالة من العجز في الموازنة، والتي جلها يعني يعتمد على فقدان الخرطوم العائد النفطي بعد انفصال الجنوب، والأمر الآخر هو تعامل السلطات السودانية مع هذه الاحتجاجات. يعني دعني أحصل لك على تفضل يعني كنت أريد بس أن أحصل على تعليق من ضيفي هنا، ولكن تفضل وسنعود إليهما حالا. أولا يعني إيقاف النفط، نعم هو واحد من الأسباب التي أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، ولكن ليس هو السبب الوحيد. أيضا الحرب، لا ننسى هذا. أيضا الحصار الذي تفرضه دول استكبار على السودان. أيضا القوى السياسية غير الراشدة التي تتكلم عن وطنها بصورة كأنها هي ما مواطنة ولا هي ما الوطن. سياسات كثيرة وأسباب كثيرة أدت إلى أن يكون في مشكلة اقتصادي، وسياسة الدعم التي كانت في السودان. السودان دخل مرحلتين في الاقتصاد، مرحلة التحرير، ومع التحرير جاءت سياسة الدعم، والآن مع سياسة الدعم تأتي سياسة الدعم المباشر بدلا عن سياسة الدعم الباسف. هذه سياسات واستراتيجيات وتحول في السودان لا يستطيع ان يفهموا مثل الذي قال انه الان السودان فيه ثورات في كل المدن. نعم، يعني السياسات التي تطرح نريد ان نفهمها الناس. يعني قبل الموضوعيه، نعم سيدي الفاضل، قبل ان نتطرق الى النقطه الثانيه وهي نقطه التعامل مع الاحتجاجات، ولدي مشارك بقي معي منذ عده دقائق ليصف لي ما شاهده وهو، وساعود اليه، دعني اعود لاحصل على رد هنا من سلمى ضيفتي. سلمى، التعليق على هذه النقطه، الازمه الاقتصاديه التي يعيشها السودان حاليا، ما يقال وما استمعت إليه أكثر من مرة من المصادر الحكومية ورؤساء الصحف الحكومية يقولون السبب ليس
فقط أنه تم انفصال الجنوب عن الشمال، هناك أزمات اقتصادية بعضها الخرطوم ليس له بها دخل. أنا في رأيي أنه الكارثة الاقتصادية اللي بمر بها السودان، هسه أنا بسميها كارثة ما بسميها بس ظروف اقتصادية صعبة، انفصال الجنوب هو كان 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 آخرة أو نهايتها. لكن القصة دي كلها راجعة لفشل الدولة في إدارة الحكومة، في إدارة الدولة في 23 سنة الفاتت، اعتماد على الموارد الطبيعية الناضبة زي البترول، وإهمال لمشاريع الزراعة والصناعة زي مشروع الجزيرة. دي واحدة من الحياة اللي أثرت بالاقتصاد. عدم الكفاءة وسوء الإدارة والفساد كلها من العوامل اللي خلت الناس الليلة في 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 الوضع الاقتصادي اللي هي بتجابه. وخطت الحكومة نفسها في 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 موقع لا تحسد عليه الحقيقة، لأنه الإجراءات التقشفية اللي هي اقترحتها تطبيقها حيكون صعب جدا جدا، وإذا طبقتها المواطن ما حيسكت. أعتقد أنك تتفق مع هذا عبد الرزق. أتفق تماما ما قاله الأستاذة والأخت. والحكومة الآن 80% من الاقتصاد السوداني، 80% من 80% من الاقتصاد السوداني قاعد يستخدمه في الحروبات لقتل الشعب ولغم الشعب، يعني لشراء الطائرات، لشراء الدبابات والأسلحة. الحروب مشتعلة الآن في أطراف السودان، في الحامش، في دارفور، في النيل الأزرق، في جنوب كردفان. الحكومة قاعد تستخدم الآن موردن 4 مليون دولار في اليوم في الحروبات في الاطراف. يعني نقطة الانفاق العسكري ايضا هي نقطة اساسية. يس نعم، الانفاق العسكري ساعود بها لضيفي، ولكن لان ناصر بقي معي ومازن وخالد. خالد، كنت تحدثني قبل ان اتحول الى ضيفي عن ما شاهدته انت من التعامل مع التظاهرات. يا سيدتي، في كل ما شاهدته في هذه البلد كويس طوال فترة، يعني أنا ولدت في فترة مغاربة لوجود هذا النظام إلى السلطة. نعم. وشاهدت آلاف التظاهرات. خالد، أنا أريد أن أستمع إلى مشاهداتك عن مظاهرات الأحد والاثنين وقبلها بعدة أيام. ما الذي شاهدت أنت؟ ما شاهدته أن 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 أن, أن الطلاب يهتفون كويس، هتافات كويس معادية للنظام كويس. طيب. لكن كانت سلوكهم هو سلوك سلمي، اي انهم لا يحتدون على قوات الشرطه، حتى ان هنالك كثير من الطلاب يعتقدون ان افراد الشرطه هم مثلهم في الظلم، حيث ان مرتب الشرطي العادي كويس هو مرتب مجري كويس. طيب. فلا يؤهله. والطرف الاخر تعامل مع ذلك كيف؟ السلطات السودانيه كيف تعاملت مع ذلك؟ اوكي. هنالك أوامر تأتي لقمع التظاهرات كويس. لا تستطيع أن تعبر مسافة بعد 10 أمتار كويس وأنت تهتف بأي شعار معادل للنظام كويس دون أن تضربك الحراوات وضرب بلا قسوة. طيب، هذا ما شاهدت أنت بعينيك. طيب، دعنا نستمع إلى تعليق. نعم، دكتور إبراهيم، هل علقت على هذه النقطة؟ التعامل، يعني إذا كانت القضية هي قضية مطالب تم الاستجابة لها أو سيتم الاستجابة لها أو سيتم مناقشتها، لماذا هذا الصلف في التعامل مع الطلاب السودانيين أبناء هذا الوطن؟ يعني يا أستاذة، أنت ومن معك والمستمع جميعا، هل يقبل مثل هذا الحديث أن شخص شاهد مئات المظاهرات وشاهد الهرولات تهوي؟ يعني في هذا الكلام واضح انه كلام مبالغه، كلام حكي يعني. طيب، ماذا عن المقاطع التي نشرت التي تنشر منذ عده ايام على يوتيوب وعلى تويتر من نشطاء سودانيين وصحفيين ومراقبين على الارض؟ انا قلت لك انه كان في مظاهره في الخرطوم وحدثت معادة، لكن هذا يتحدث عن مئات في مدن السودان مختلفه. هذا كلام يعني لا يقبل عقل وليس سوء انسان من ناحيه عقليه محضه. يعني كيف تستطيع البي بي سي ان ترى انه شخص واحد بي بي سي لا ترى شيئا يا سيدي؟ بي بي سي لحظه واحده، كيف هذا دكتور ابراهيم؟ يعني دكتور ابراهيم، بس دعني اصحح لك هذه المعلومه. بي بي سي لا ترى شيئا، بي بي سي لديها مواطن من الخرطوم يقول ان لديه مشاهده وتحتكم اليك انت لتطلعنا اذا كانت هذه المشاهده انت تتفق معها. انا اقول انه لا يمكن لي انا او للبي بي سي ولا الشخص انه يقبل مثل هذا الكلام. هذا كلام غير معقول. طيب. وغير ممكن ان يفهم بهذه الصوره من شخص. طيب. واحد. وهذا انا بقول انه هذا امر المستمع عموما يستهجنه. هذا ليس طرح موضوعي وتلون موضوعي لهذه القضايا. يعني لم يفرض عليك احد وجهه نظر دكتور ابراهيم، فلا تفرض على الجمع
وجهة نظر ربما قد يختلفون معك فيها وقد يتفقون. ناصر ومازن لا يزالوا معنا. مرحبا نعم. مرحبا بالاختلاف، مرحبا بالاختلاف، ولكن الاختلاف موضوعي يا استاذه مازن. الاختلاف يكون موضوعي، الكلام يكون موضوعي، الكلام يكون في منطق. طيب عظيم. مازن مازن لازلت معي. مازن نتحدث عن الانفاق، اوجه الانفاق للحكومه السودانيه والتي هي من حق المواطن السوداني ان يعرفها وان يقتنع بها على اي حال. كيف ترى انت اوجه الانفاق في ظل ازمه اقتصاديه كهذه؟ رئيس الحكومة حاليا بتدعو لانه ترشح في بخصوص الانفاق الحكومي. انا صراحة موضوع الانفاق الحكومي ده بالنسبة لي ما موضوع مبهم نوعا ما، وبشوف انه في زيادة في الانفاق الحكومي، لكن الحكومة اقرت بالوضع وطالبت بانها تتكشف في الانفاق الحكومي، وده دي حاجة الحكومة ذاتها اقرت حاولت تتكشف، دي حاجة يعني تتماشى مع الوضع الحاصل في البلد. نعم. يعني برضه ما حمد على 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 المواطن، بس برضه تفشفت بغض النظر عن الوضع كان كيف، لكن كونه هي اقرت فدي برضه حاجه كويسه. يعني معك حق دكتور ابراهيم. يعني لدينا دكتور ابراهيم لدينا الان وجهتا نظر بالحديث عن الموضوعيه، ولدينا وجهتا نظر مختلفتان. مازن يرى ان الحكومه السودانيه ينبغي عليها ان تفرض هذه الاجراءات، بينما عبد الرازق هنا يرى ان اوجه الانفاق العسكري مثلا هي مبالغ فيها، لذلك يعني تستنزف الجزء الاكبر من ميزانيه او موازنه السودان. نعم، هاتان نقطتان قابلات للنقاش، هذا كلام معقول للتناقشين. طيب النقطه الاولانيه نعم تفضل. أنت تقول إن هاتان نقطتان موضوعيتان قابلتان للنقاش. من يتحدث؟ نعم تفضل. أفضل. تفضل يا دكتور أنا أستمع إليك. تقول أن النقطتين يعني قابلتين للنقاش ووجهتين من وجهة نظرك. تفضل. نعم نعم، الحكومة الآن بتتخذ في إجراءات تفشفية وتحاول أن تضبط الصرف العام، وفعلا هي تصب ايضا على على الجيش، ولكن السبب الرئيسي لهذا ان هناك جهات اقليميه وعالميه تحاصر السودان وتسعى لاسقاط حكومه السودان وتمد بالسلاح اعداء السودان، فكان لابد من جيش السودان ان يفلح، والا فلنسلم السودان لمن يريد ان يمزقه. فمن المعقوليه جدا ان الحكومه تصرف على جيشها ليدافع عن ارضها، ومن المعقول جدا ان الحكومه تضبط الصرف العام للترشيد وان تصرف من هذا الترشيد على الجيش، فهذا هذا والا لم تكن حكومه، والا لم تكن حكومه. يعني دكتور ابراهيم احمد عمر عضو المكتب القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، شكرا جزيلا على مداخلتك وعلى حديثك معنا اليوم. وفي عوده الى ضيفي هنا سلمى، تعليق على هذه القضيه، قضيه اوجه الانفاق، هل من حق المواطن أن يناقش أوجه الإنفاق في وقت من المفترض أن الحكومة السودانية ترى فيه خطر استراتيجي على وجودها؟ بالتأكيد بالتأكيد من حق المواطن أنه يناقش أوجه الصرف. لما تكون الحكومة بتصرف أكثر من 80% من ميزانية على الدفاع أو صرف حكومي، مما يترك فتاة للمتطلبات الحقيقية للمواطن، وده يأثر في انهيار المؤسسات بتاعت الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي. أفتكر من حق المواطن أنه يتساءل أنه ليه الخلل دي في تحديد الأولويات. عبد الرازق، الحديث عن نداء بعينه أو كلمة بعينها ربما يعني تم نقلها من الصحفيين عما جرى داخل جامعة الخرطوم، سمعوا صيحة أو نداء تتحدث عن أن الشعب يريد إسقاط النظام في السودان. هل سيناريو امتداد الاحتجاجات قائم أو يمكن أن يغذى في السودان بشكل أو بآخر؟ نعم، احتجاجات اللي قامت في جامعة السودان نتائج لسياسات حكومة المؤتمر الوطني الخاتلة بالنسبة للمواطن السوداني. فالحكومة الآن ما قادرة تحتوي لهذه المظاهرات، لأن الشعب السوداني يئس تماما من وعود الحكومة الكاذبة. الشعب السوداني الآن قاعد يموت من أمراض القرون الوسطى، السل والدرن، أمراض العقل. فإذا إنه المظاهرة ستستمر. نحن شباب في الداخل وفي الخارج كسرت حاجز الخوف واندفعوا نحو الثورة لتحقيق متطلبات الشعب السوداني واسترداد كرامة الشعب السوداني كلها. والآن في ميزانية الحكومة في هذا السنة تخصص لجهاز الأمني 1 بليون و300 مليار دولار
في الجهاز الامني، وفي نفس الوقت للتعليم يعني 400 مليار دولار فقط. اعطيك هذه الارقام عبد الرحمن. هذه الارقام موجوده، يعني هذه الارقام موجوده من قبل الحكومه. اذا من قبل الحكومه، يا من قبل الحكومه. طيب سلمى، هذا يعني يدفعني لسؤال اخير ربما قبل ان اختتم لقائي بكما. هل هناك اتصال او تنسيق بين الطلاب السودانيين في الخارج وانتما منهم، وبين طلاب في الداخل لا سيما في جامعه الخرطوم؟ هو انا بس عايز اوضح نقطه، انه انا ما طالبه هنا في 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 بريطانيا، انا ناشطه سياسيه. نعم. لكن انا الحاجه اللي عارفاه انه في 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 كثير من الناشطين السودانيين في كل انحاء العالم عندهم اتصال مباشر ويومي عن طريق الوسائل اللي اتيحت حديثا دي، متابعين الاحتجاجات والتظاهرات اللي قاعده تحصل اول باول. واهتمامهم طبعا في النهايه الناس كلها حلمه ان لما تتوفر اوضاع احسن في السودان انها ترجع يعني. نعم. فالتنسيق موجود. كنت عايز اضيف، تفضل. كنت عايز اضيف حاجه على الكلام اللي قاله عبد الرازق، او السؤال اللي سالتيه بخصوص انه هل المظاهرات دي ممكن تكون بذره لثوره، ولانه هو سماها ثوره. انا دايره اذكر الناس انه السودان قام بثورتين قبل كده ضد الدكتاتوريات، كانت ثورات سلميه في 64 اكتوبر وفي 85 في ابريل. واحنا يعني بالرغم اننا فخورين جدا بانه عندنا ارث بتاع اساليب نضال سلمي بنفخر به جدا، لكن برضه ده ما قاعد يكون السقف بتاع توقعاتنا ولا طموحاتنا. احنا بنطمح لانشاء ديمقراطيه حقيقيه تكون راسخه ودوله مدنيه تستمر حتى لو اختلفت السلطه الحاكمه يعني. سلمى داوود الناشطة من حركة التغيير الآن، شكرا جزيلا لك سلمى. وعبد الرازق عبد الرحمن من حركة التغيير الآن أيضا، ومن طلاب السودانيين المقيمين هنا في لندن، شكرا جزيلا لكما. بهذا اللقاء سأنتقل إلى غرفة الأخبار الآن، حين موعدنا مع زميلي حازم الخولي الذي يتابع